الاسم حيدر كريم ضايدان، رحيل طريم شاوي، مواليد 2001، كركوك. اسم الام رابعة زيدان. انتميت لتنظيم الدولة الاسلامية عن طريق والدي المكنى ابو تركي. بايعت ابو فيصل الجوالي سنة 2017. الاسم قانم. الكنية كانت بسنة 2018 لحسة 2022 حمزة، والآن حاليا الكنية إسماعيل. شاركت بأول عملية سنة 2018 على قرية الدقشمان، وكان المستهدف فيها رامي يوسف الرياشي. طبعا هاي الجرية نستهدفها يعني دائما، لأنها يعني جرية مرتدة محاربة ناقض العهد مع الدولة الإسلامية، ولهذا يعني نستهدفها وتبلغ عن المجاهدين. وكان مسؤول هاي العملية منهل، والمشاركين في العملية أنا وخطاب وسجاد وأسدي. العملية الثانية سنة 2018 شاركت فيها هجوم على الشرطة الاتحادية في قرية أسطيح، سكنة تابع اللواء 19 الفرقة الخامسة الفوج الثاني. قمنا بمهاجمة الثكنة وقتل 8 بالثكنة، وقتلت 4 من ضمنهم مقدم أحمد. وكان مسؤول العملية منهل، حيث زرع عبوتين ناسفتين على طريق الرشاد وطريق قاطع داقوق. وجاء التعزيز من اتجاه الرشاد وطقت عليه عبوة، من اتجاه قاطع داقوق وطقت عليه عبوة، وشتلت 5 بداخل الهمر وحرقت الهمر، قتلنا 8 بالثكنة، وكان القتلى 13 واحد و24 جريح. وكان المسؤول عن هذه العملية منهل، والمشاركين في العملية أنا وأسدي وسجاد وخطاب وأبو عبد الله ومصعب عثمان القوامي. الغنائم بهذه العملية؟ الغنائم كان 5 انفارات، 3 بكيسيات، 3 قاذفات، وإذا يعني اعتاد M16 واعتاد رشاش يعني، ومخازن مال رشاش ومخازن مال M16. سنة 2018 ضد قرية الدقشمان شاركنا المسؤول العملية منهل، قمنا بقتل 4 من الحشد العشائري وجرح 6، وقتلت 3. طبعا أنا قناص، قتلتهم بالقناص مالتي، وسجاد قتل 1 وأسدي جرح 1. وكان مسؤول العملية منهل، والمشاركين في العملية أنا. سنة 2019 ضد الشرطة الاتحادية قمنا بها في قرية تل خديجة بقذائف الهاون، 4 قذائف هاون 60 ملم ضربنا الشرطة الاتحادية، وحسب المعلومات لم تؤدي لقتل أي شخص. سنة 2019 ضد الحشد في قرية السامي قمنا باستهدافها بأربع قذائف هاون 60 ملم، وستة انصابوا من الحشد. سنة 2019 ضد الشرطة الاتحادية كان مركز انتخابي للشرطة الاتحادية، وقمنا باستهدافه بالقناص، ضربت 3 كان من ضمنهم رائد علي من أهل البصرة، وكان القتلى 5 المجموع كله. 2020 قمنا بها ضد الحشد في قرية السوس، وكان الخسائر من الحشد أنا قتلت 1 بالقناص، وأسدي جرح 1 وعلى جرح 1. سنة 2020 ضد الحشد لواء 16 في قرية العصرية، استطعت أن أقتل 3 من الحشد، وعلى قتل مقدم مساهر. وجميع العمليات اللي قمنا بها انسحابنا إلى وادي المضافة، وادي أبو شحمة. قمنا بالتصدي للشرطة الاتحادية في وادي أبو شحمة ضد الشرطة الاتحادية، وكانت العملية بقيادة حيدر اللواء حيدر أبو ذرقام. والعملية كانت من محورين، محور من الرشاد ومحور من القراقور، واشتركت في هذه العملية 80 همر إلى هليكوبتر 2. وكانت الخسارة من الشرطة الاتحادية قتل 2، علاء قتل 1 وأسدي قتل 1.
وكانت الإصابات من الأخوة أنا وأسدي وسجاد وعلاء، وعلى أثره نقلت إلى قاطع داقو كناقل عبرة بين قاطع داقو والرشاد، ونقلت في أثرها أربع أخوة من اللبنانيين انقماسيين، أتذكر اثنين من عندهم ضياء وحمزة، وهذه من 2020 إلى 2021. سنة 2022 جي أمر من الوالي، نقل الوالي لأنقول أبو سعيد والي كركوك الدندوشي، أمر يعني يتوجهون أربعة من الأخوة على قاطع ليلان، وتوجه ناني وعباس ومعاذ وسجاد. هاي يا هي هاي بل قلت لك يعني من ذهبنا إلى استطلاع إلى كوباني، حي كوباني، أسرنا حتى ضباط الجيش العراقي يدعى الاسم أحمد حسن حمزة، عباس تم نحره من عباس من داقو قلت له، هو يعني نحره، وأنا كان يعني دوري كمصور وسجاد يا منطقة منطقة كوباني، حي كوباني. بداية سنة 2022 قمت بقنص كاميرا حرارية في قرية سامي العاصي، كانوا مخليني على تل البلداق الحشد. سنة 2022 قمنا بعملية في قرية الضباع ضد الشرطة سيطرة لما أذكر بل قناص، كانت تعرض لسيطرة الجيش العراقي أم الشرطة الاتحاد؟ تعرض لسيطرة كان جيش عراقي. سنة 2022 قمنا بالتصدي لكمين للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي في قرية أربيضة، وكانت الخسائر من الشرطة الاتحادية قتل يعقوب رضا يوسف. سنة 2022 باستطلاع للشرطة الاتحادية في وادي أبو شحمة، قام الأخ أسدي بغنص أحد الشرطة الاتحادية المدعو الاسم حيدر عبد الجبار كريم. نهاية سنة 2022 قمنا باستطلاع في جبل بور، وشفنا موتور عليه اثنين وأسرناهم وتم التحقيق معهم، ومن وطلعوا حدهم ويحمل هوية بشمرقة، وقام دحام الجيشي بقتله، والآرام رفيجو تحققنا معه ولم يتم ما عنده شيء وهدينا. هوية المقتول اسمه علي. سنة 2023 قمنا بعملية في حي كوباني للسيطرة للشرطة بالقناص، قنصت واحد وانصابوا ستة من الشرطة، وكان مشتركين في هذه العملية أنا ودحام الجيشي وجاسم ومهند والمسؤول العملية دحام الجيشي. سنة 2023 قمنا بعملية في داخل كركوك، كنا أنا ودحام الجيشي، خلينا المطار براج ليلان وجينا على رأس الجسر، ودحام الجيشي كان عنده شخص يعني مستهدف وما جاء الشخص، وشفنا شرطة اثنين وانطاني امر اني اضربهم، فضربت واحد واصبت واحد وضربت الاسم شوان طاهر حسن. سنة 2022 قمنا باستطلاع جريدة بلاليو في محافظة في ناحية ليلان، تم يعني تعرض إلينا من مجموعة قبل مجموعة، وصار اصطدام بيناتنا هنا وياهم، وانقتل شخص من عدم انصاب شخص، والشخص اللي انقتل يدعى زيرك حسب معلومات يعني اللي جتنا، وهذا كان يعني داوم بل كمندوس، واللي انقتلوا من الأخوة معاذ والانصاب سجاد. قامت مفرزة الداخل باستطلاع في كركوك يعني خارج كركوك يعني على أحياء، وتعرضوا بكم تقل اثنين من الشرطة،
أحدهما ضابط بس ما أعرف شنو يعني رتبته، وقتلوا 2 من الشرطة وكان دحام الجيشي وجاسم وكرار، وقتلهم جاسم ودحام الجيشي. جميع العمليات اللي ذكرت لك إياها، طبعا الانسحاب يكون إلى جبل زنبور، وبعد العملية مع رأس الجسر القتلة الشرطي انعرفت عند الجهاز الأمنية والاجتماعي على التواصل، انعرفت وجي أمر من الوالي كركوك أبو سعيد الدندوشي إني ما أطب الداخل كركوك. فظلت بجبل زنبور، وكان أمير القاطع دحام الجيشي، وأنا كصفت أمني بالقاطع، والإداري مهند، والأمير المفرزة جاسم، وعبد جندي، وكرار أم جندي، وعدنا 3 من الأخوة في الداخل، المسؤول مالتهم مالت المفرزة سلام، والعلاوي علي جا صالح، وزاد برا. وهذه كمفرزة يعني دعم لوجستي للخارج يعني المفرزة بجبل زنبور كيعني عملهم. يعني كركوك يعني منعنا يعني من هذا شلون صار تشديد عليها من قبل المطارات ومن قبل يعني الأجهزة الأمنية شددوا حيل، فبقينا يعني جبل زنبور. سبب ما جيكم القراهنجير؟ سبب دخول إلى داخل كركوك أمر من دحام الجيشي وذهابي إلى قراهنجير من 13 إلى 14/7، فانطعنا أمر أذهب أنا والأخ عبد، فذهبنا وكنا نرتدي أحزمة ناسفة ومسدسين، وكانت عندنا انطانا يعني الدحام أمانة قال سلمونها المخلف زقاء القرقولي. ذهبنا وصلنا الساعة 7:30 صباحا بقراهنجير، وتم التعرض إلينا من قبل قوات الشايس، وقتلت أحد يعني أفراد يعني المفرزة وصبت واحد، و انطعنت برجلي اليمنى وقعت، وجاني يعني احد يعني عناصر الشايس وقف فوقاي ضربني طلقتين النوب برجلي الاخرى، ومن النوب جي تغرب الي قضبت سلاحه وتلاوين انا وياه اسلاحه، تلاوين انا وياه السلاح مالته، ظلينا متلاوين حق المشوار، وانا يعني النزيف خذني يعني، وعبد يعني طبعا بنفس الوقت يعني من اصابه تم انصاب، وانطق الرشاش من عنده ضربني يعني النب انطعنت بيدي، وبعدين وقعت من وقعت جي فوقاي وسحبت الحزام وما طق ما طق الحزام، وتم يعني اسري واسر عبد من قبل قوات الشايس. Too late!